وذكر بقى الأداء المتميز، الخبر النهارده اللي يمكن نستخدم الكلمة البايخة بقى، كان ترند السوشيال ميديا، والخبر الأشهر والفيديو اللي كل أو تقريبا معظم الناس شافته و90% من الناس قالت رأيهم فيه، حادث ضرب عروس الإسماعيلية اللي كان هو حديث اليوم النهاردة. اللي صحي النهاردة من النوم متأخر شوية صحي على كمية من الأخبار والقصص والتحليلات جاهزة كده طازة يشغل بيها دماغه، يعني فلنشغل عقلنا بالفراغ أو باللاشيء النهاردة. يلا، كان اللاشيء النهاردة مؤسف الحقيقة، لأنه طبيعة الترند دائما هو اللاشيء. لكن طبعا احنا اخترنا ان احنا ما نجيبش مشهد الضرب ونجيب لكم مشهد الصلح. هختصر القصه للي مش متابعها، هيبقى محظوظ لو ما تابعهاش. لكن القصه باختصار انه هذا الرجل لا، هذا الشيء اللي واقف على الشمال، يزعل بقى اللي يزعل، اللي واقف على الشمال ده كان بيضرب عروسته امبارح قدام على مرأى ومسمع من الناس، وكعاده السلوكيات الرديئة أو استخدامات الرديئة لفكرة أنك تصور الواقع مش تنزل تحوش، حصل ده للمرة المليون. طول عمرنا بنقول ده حاجة أسوأ ما جلبته علينا السوشيال ميديا، أن الناس بقت تصور مش تنزل تعمل حاجة. فالناس فضلت تصور هذا الشيء اللي كان بيضرب مراته في الشارع على مرأى ومسمع من الناس، وبقى الموضوع ترند. عروسة بتضرب في الشارع والناس كلها قالت رأيها، ومعظم الآراء كانت هي إزاي كملت رايحة الفرح وازاي رجعت معاه. الحقيقة هي مش موضوعي خالص، وأي حد فينا يتخيل إن هي صاحبة قرار أو إن هي صاحبة رأي في الموضوع ده يبقى مثالي أكتر من اللازم، أو يبقى فاكر إن هي تقدر حتى يبقى عندها رأي. لا، إحنا مسؤولين كلنا إنه إنسانة في هذا الزمن تبقى ما تقدرش او ما عندهاش رأي او ما عندهاش قرار. ده بقى الفيديو المشين الثاني، يعني بعد واقعة الضرب ده الفيديو المشين الثاني للي اتفرج عليه. راح لهم حد كده بقى من بتوع صحافة المواطن اللزاز دول وصور معاهم، ولقى كل الدنيا زي الفل وسمنا على العسل، والعروسة في حضن العريس والدنيا زي الفل، والإخوة اللي واقفين جنبها دول اللي هم بيقولوا عن نفسهم انهم صعايدة. لا، اوعى تقول صعايدة، احنا صعايده وما حصلش حاجه. ففي الفيديو اللطيف ده، يعني هو الفيديو حوالي 3 دقايق، انا ما قدرتش اكمله صدقوني. انا شفت لحد ما قال له كل حمام وحسيت ان انا بجد مش قادر. لكن على كل حال في ال3 دقايق دول تقدر تستخلص انه الكذب مش عيب عندهم، وان الرجوله متشوهه برضه هناك، وانه فكره انت بتضرب بقى ايه، بتضرب الصدق وبتضرب الرجولة وبتضرب مفهوم الأمان وبتضرب مفهوم النخوة والشهامة وبتضرب كل المفاهيم دي في مقتل في فيديو مدته 3 دقايق. النهاردة اتضربت يعني المعايير الأساسية لاحترامنا للمرأة والأسرة والرجولة، وكلمة الصعيدي دي اللي ما ينفعش تتقال. أي حد يقول عن نفسه صعيدي، لا، مش كل من لبس جلابية يبقى صعيدي. صعيدة مش كده، صعيدة أجدع من كده بكتير. وطبعا لما بيحصل حادثة زي دي بنكون عينينا طول الوقت على المجلس القومي للمرأة، مش عشان نسأله نعمل إيه، لأنه المجلس القومي للمرأة طول النهار والليل بيقول يا جماعة المعنفات، يا جماعة العنف ضد المرأة، يا جماعة في مراكز للتأهيل والمساعدة، وكل ده موجود وحاضر. لكن النهاردة الحقيقة كمان دكتور مايا مرسي كانت حاضرة بقوة من الصبح، لأنها كتبت على طول عبر الفيسبوك وقالت رأيها، لأن هي اتكلمت وقالت أنه الخلاصة يعني أنه فكرة أنك إزاي بتعتدي أو بتضرب ست، وقالت الرجال لا يضربن النساء، بتضرب مراتك وهي فستان الفرح، او دكتور مايا بحسب ما صنفت بتضربها قدام الناس قدام الشارع، واتكلمت للزوجه وقالت لها انت عملتي صلح، وفكرتها بان الصلح ده هي هتدفع، اعتقد انه هتدفع ثمنه وانه مش خير ابدا، يعني ده بحسب كلام دكتور مايا. لكن خليني ارحب بدكتور مايا واشكرها على اللي كتبته واللي قالته، واشكر المجلس القومي للمراه. احنا بقى سؤالنا النهارده، والحقيقه انه سؤالنا للمجلس القومي للمراه وللاساتذه في المجلس القومي للمراه عن الست، لانه في ناس كتير قوي برضو يعني تبرعت ولامت على الست، وانها المفروض انها كانت ترفض وانها كانت تمشي وانها كانت تشتكي او تحتفظ بحقها. خلونا نسال بقى استاذه امل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراه، ومعنا كمان على تليفون استاذه فاتن عريف المحاميه والباحثه في قضايا الاسره. نبدا مع استاذه امل.
استاذ امل، في انا عارفه انه النهارده الوضع معوج او القاعده مقلوبه، لكن في الوضع الطبيعي لو سيده تم الاعتداء عليها سواء في الشارع او في البيت، سواء هي تقدر تشتكي تروح بنفسها او تتصل، ايه اللي ممكن تعمله عشان، او ايه اللي ممكن مجلس قومي للمراه يقدمه للمراه المعنفه بشكل عام؟ احنا في مكتب شكاوي المراه ممكن تتواصل معانا على 15115. بنقدر نوجهها على حسب الحالة تعمل ايه، يا اما لو في يعني اعتداء شديد بتتوجه لاسم الشرطة وبيتعمل لها كشف طبي وتبدأ الاجراءات القانونية تجاه الشخص ايا كانت علاقتها بيه، لانه للأسف الشديد اللي حصل امبارح ده مؤشر انه هي دي مش اول علقة هي الست دي هتاخدها ولا اخر علقة. يعني هي واضح ان هي يعني على حسب الفيديو اللي هم اتكلموا فيه بعد كده ان هم يعني متعودين على كده. فده للأسف بينتج عنه اطفال يعني مش بالتأكيد مش هو الوضع فكرة ان احنا متعودين على كده وان احنا قابلين كده، دي بضاعة فاسدة. يعني هما بيحاولوا يروجوا انه يا جماعة انتوا ثقافتكم غير ثقافتنا وانتوا ناس واحنا ناس تانيين. لا، الحقيقة انه اكيد في حاجة، وده عشان كده عايز اسأل حضرتك، لو هي تنازلت عن حقها المجلس القومي المرأة ما يقدرش يساعدها بحاجة؟ يعني اذا هي لم تتقدم بشكوى فيش حاجة انتوا تقدروا تقدموها لها كمساعدة؟ للأسف هو القانون بيقول إنه يعني النوع ده من الاعتداءات الصلح فيه خلاص، هي كمان ما قدمتش حتى شكوى. هي ما قدمتش يعني حتى شكوى. هي ما دخلتش الاسم. هي ما يعني فيش أي إجراء تم اتخاذه على الإطلاق. طيب أسألك يعني سؤال يا أستاذة أمل. حتى عملت محضر وبعد كده اتصلحت، لا هي ما اتصلحت، يعني ما عملتش حاجة، دي راحت الفرح رقصت عادي، رقصت سلو. بالظبط. طيب بغض النظر عن الحالة دي، احنا في العادي اهلا وسهلا بتتواصل معانا السيدة على 15115، بنبتدي نوجهها وفقا للحالة اللي هي فيها ونمشي معاها خطوة بخطوة يعني لغاية ما تقدر تاخد حقها. وعلى فكرة لو اتصلحت حتى بتبقى يعني مش يعني على الأقل خدت خطوات. بالظبط. يعني فكره انه الشكوى مهمه حتى لو حصل صلح بعدين، حضرتك بتشجعي انه ده يحصل. طب عندي يعني سؤال تاني، المعنفات بقى اللي ما بنعرفش عنهم حاجه، وانتوا اكيد لامسين ده كتير جدا، العنف داخل الاسره، هل المجلس القومي للمراه ليه دور فيه او بيتابع الاسر او بيعمل حملات توعيه للرجال وللسيدات؟ انا عارفه انه مثلا المجلس القومي للمراه عنده حمله عظيمه جدا او مبادره عظيمه اسمها لاني رجل. الى اي مدى انتوا لامسين تغيير في الثقافه المشوهه دي؟ احنا طول الوقت عندنا حملات توعيه للعنف، لمناهضه العنف بجميع اشكاله، لتمكين المراه اقتصاديا، لكذا حاجه. فاحنا يعني في حاجات كتير بتتغير وفي تحديات شغالين عليها انه نحاول ان احنا نحسن من وضع المراه فيها على قد ما نقدر. أنا بشكرك أستاذة أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. يا جماعة اللي محتاج يعرف المعلومة، أعتقد أنه يعني ما حدش بيتغير أو ما فيش حد بيتغير وضعه إلا إذا كان عنده قدر من الإرادة للمقاومة.